في وقت ما كان منتخب اليونان بيستعد للمشاركة الأولى ليه في بطولة كبرى من 10 سنين، كانت فتاة لطيفة اسمها كريستينا في أثينا بتتفق مع خطيبها تاكيس فيساس على ميعاد زفافهم، والميعاد اتحدد فعلاً يوم 9 يوليو 2004 بعد البطولة ب4 أيام بس، وعلى شاطئ فولياجميني الهادي في حضور 300 من العيلة والأصدقاء. ما تقلقيش، هكون معاكي قبل الميعاد بفترة، هتفرج مع أصحابي على قبل نهائي ونهائي البطولة واستعد تماماً ليوم الزفاف. ده كان كلام تاكيس لخطيبته. تاكيس ما وفاش بوعوده لخطيبته ولا عارف يتفرج مع أصحابه على الأدوار النهائية ليورو 2004، والسبب هو أن كان جزء أساسي في صناعة أحداثها مع منتخب اليونان. سنة 2004 كانت اليونان بتسجل مشاركتها التاريخية الثانية في أمم أوروبا، وبيعودوا ليها بعد غياب 24 سنة. وأمل أوتور هاجل هو بس عبور الدور الأول في مجموعة بتضم معاهم البرتغال وأسبانيا وروسيا. اليونان راحت على البرتغال، تأهلت عن مجموعتها وتدرجت في البطولة لحد ما رفعت الكاس، وأسماء زي خريستياس وكاراجونيس وكاتسورانيس ونيكوبولودس بقت الأشهر عالميا. في 2004 كانت قمة الأحداث، لكن القصة بدايات من 2001، وقت فاول ديفيد بيكم التاريخي في الدقيقة 92 على مرمى أولد ترافورد. بيكم حط الكرة على بعد 45 ياردة عن المرمى، والهدف كان إدراك التعادل لإنجلترا قصاد اليونان في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم. اليونان وقتها ما كانتش بتنافس حتى على التأهل، لكن فوزها على إنجلترا كان حيحول التأهل المباشر لألمانيا على حساب إنجلترا. جول بيكم في 90 وتعادل ألمانيا مع فنلندا الناحية التانية كانوا كفيلين بتأهل جيل بيكم وبول سكولز ومايكل أوين لكأس العالم مباشرة، وتحول ألمانيا للملحق. العالم تناول جول بيكم التاريخي من الزاوية دي، لكن من ناحية تانية هو كان بداية تكوين جيل اليونان التاريخي. أبناء أوتوري هاجل بيكتسبوا الخبرة فحذروا. إحنا بلد بنحب الكورة، يمكن ما بنظهرش عالمياً كتير، لكن لما بنظهر بنعرف إزاي نكون مؤثرين. ده كلام تاكيس فيساس بعد سنوات من زواجه لكريستينا. تاكيس بيحكي عن تجربة جيله وبيقول أول حاجة علمها لنا أوتوري هاجل إن المنتخب يأتي أولاً، أي تضارب في المصلحة بين أي حد فينا وبين المنتخب هتكون كفة المجموعة هي الأرجح. ما كناش منتخب بمعنى الكلمة، لكن كنا عيلة واحدة متماسكة. المنتخبات ممكن يوصل قوامها لخمسين لاعب، لكن احنا كنا 20 لاعب بس، اسمين أو ثلاثة اللي بيخشوا علينا أحياناً، لكن القوام الأساسي ثابت والفترة طويلة، وده زود تماسكنا أكتر وأكتر. بعد سنة من إرهاق إنجلترا كان معاد تصفيات جديدة لليونان، والهدف المرة دي هو التأهل ليورو 2004 عن مجموعة بتضم إسبانيا وأوكرانيا وأرمينيا وأيرلندا الشمالية، وبدأت الملحمة. 8 انتصارات كانوا كفيلين بتصدر المجموعة والتأهل لليورو مباشرة، ولما وصلوا اليورو كان رجال أوتوري هاجل كملوا فعلا 15 مباراة متتالية بدون خسارة. الهدف كان مجرد تحقيق فوز واحد. ده كلام فاسيليوس، وكلامه واقعي جدا لمنتخب تاريخ مشاركاته قبل البطولة دي، هو مرة يورو ومرة كاس عالم، وفي المشاركتين ما حققوش أي فوز، بل ما سجلوش أساسا أي هدف. وجه الوقت ليلة 12 يونيو 2004، ما كانش في حد نايم في معسكر اليونان، كلهم بيفكروا في افتتاح اليورو واللي شاء القدر يكونوا طرف فيه قصاد البرتغال صاحبة الأرض والمدججة بنجومها لويس فيجو وباوليتا ونونو جامش وريكاردو والنجم الصاعد كريستيانو رونالدو. تاني يوم كانت قذيفة كاراجونيس بتعلن تواجد اليونان وبداية المشوار الملحمي بفوز تاريخي على البرتغال في الافتتاح. ورغم وصافة المجموعة ورا البرتغال، لكن ده كان كفاية للإغريق عشان يمشوا في مشوار يخرجوا فيه فرنسا بهدف خريستياس والتشيك بهدف ديلس ويوصلوا للنهائي. تاكيس فيساس كان عامل حسابه إن آخره هيتأهل للدور الثاني ويخرج يوم 25 يونيو 26 يكون في أثينا بيتفرج على باقي البطولة ويحضر لزفافه، لكن أتت الرياح بما تشتهي السفن المرة دي، ويوم 4 يوليو
كانتاكيس وكل منتخب اليونان لسه في لشبونة، والحدث هو مواجهة البرتغال في نهائي البطولة وفي تكرار لافتتاحها. رأسية من خريستياس ودفاع دالاس وتاكيس قدام نيكوبولودس كانوا كفيلين بتأمين الانتصار الأهم في تاريخ اليونان. فوز كتب المجد الحقيقي لمنتخب راح يكسب ماتش فرجع معاه كاس البطولة. في اليوم التالي رجعت طيارة اليونان على أتينا. تاكيس فيساس نزل وسط ركب حاشد من آلاف المنتظرين، أخذ الكاس وطلع على فولياجميني مباشرة. وبعد أيام على الشاطئ الهادي زي ما خططت كريستينا، كان زفافها على تاكيس بينعقد. جاب كاس البطولة وحطه قصاده، والحفل اللي كان حيبقى في حضور 300 بقى في حضور الآلاف المحتفلين ببطلهم القومي.